عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل، والتي تصادف في يومه الجمعة 14 من شهر يوليو تموز لعام 2023، الذكرى 79 للرحيل الفاجئ للصوت الملائكي أميرة الفن المرحومة أسمهان توأم روحي حبيب العمر موسيقار الأزمان. وبهذه المناسبة أود أن أشارككم قصة ميلاد رائعة دخلت مرة في جنينة، كما رواها مؤلفها الشاعر الغنائي الكبير الراحل عبد العزيز سلام، ونشرتها مجلة الكواكب بداية شهر يوليو تموز من عام 1956. والأغنية تحكي كما سنتعرف ذلك قصة حقيقية عاشها ملحنها الموسيقار الراحل مدحت عاصم. ولقد لقي هذا المونولوج عند ظهوره عام 1939 نجاحا كبيرا وأشاد به الجميع، ونفذت أسطوانته من الأسواق بسرعة، حتى إن عملاق الأدب العربي الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله كتب أنه تعب وهو يبحث عن واحدة منها. كتب الأستاذ عبد العزيز سلام: إننا لا نفعل شيئا أكثر من إدارة مفتاح الراديو لنسمع الأغنية كاملة نظما ولحنا وأداء، ولكن وراء الكثير من هذه الأغاني قصصا تستحق التسجيل. كثيرون قالوا عن أغنية دخلت مرة في جنينة، تلك الأغنية القديمة التي تغنيها المرحومة أسمهان، قالوا إنها قصة وهم لم يبعدوا في هذا عن الواقع. ذهبت مرة إلى دار الإذاعة لأقابل مديرها إذاك الأستاذ الموسيقار مدحت عاصم، الذي كان وما يزال من أقرب أصدقائي إلي، لا يخفي عني ولا أخفي عنه شيئا. فتحت باب المكتب ودخلت، وإذا أنا أفاجأ بالصديق الكبير منخرطا في البكاء كالطفل، فأسرعت أغلق الباب ورائي وأجلس إلى جانبه أتحرى السبب وقد اشتد تأثري لحاله. كانت له زوجة يحبها كل الحب، وكانت تبادله حبه وإخلاصه، ولكن والد الزوجة ظل يتدخل في شؤونه ما يريد أن يفرق بينهما لغرض في نفسه، حتى كان الطلاق الذي وقع في ذلك اليوم. وسري عن الصديق قليلا بعد أن أفرغ أشجانه بين يدي، فاقترحت عليه أن يقوم معي إلى أحد استوديوهات الإذاعة لنتسلى بالعزف على البيانو بعد الوقت. أخذ يعزف على البيانو في الاستوديو، فإذا لحن حزين كأنه يروي قصته الدامية، ووجدت نفسي أخرج مفكرتي وقلمي وأفرغ معاني اللحن في كلمات رقيقة. واكتملت الأغنية في أقل من ربع ساعة، فوضعتها على حامل النوتة في البيانو أمام صديقي، فلم يكد يقرأها حتى غرورقت عيناه بالدموع ثانية، ولكنه مع هذا جرى الحماس في يديه فمضى يعيد اللحن ويراجعه حتى نقحه. وهكذا تمت الأغنية لحنا بعد أن تمت نظمة، ولم نغادر الاستوديو في ذلك اليوم إلا وقصة أو أغنية دخلت مرة في جنينة معدة للإذاعة.
رحم الله أسمهان وأسكنها فسيح الجنان وسائر أدباء وفناني ذاك الزمان، وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.